السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في دي اصلا قطعه قماش عينه هشتغل عليها. ايه اللي مطلوب للبنطلون اولا؟ ماشي، نراجع المقاسات، نراجع فيديوهات المقاسات كويس. عندك فيديوين للمقاسات موجودين، واحد قديم وواحد جديد، اللي انا ايه كان في قدامي عميل وخدت من عليه المقاسات وطبقت على القماش على طول. ماشي، انت مطلوب من البنطلون اول حاجه الطول. اول حاجه ايه؟ نفهم مع بعض. اول حاجه الطول معايا، تمام. ايه تاني؟ بعد كده الفارغ، هنشوفه هو ايه الفارغ. بعد كده الفخس، بقى بالنسبه هنا اهو. بعد كده ايه؟ محيط الفخس، تمام ماشي. طب بالنسبه بقى للبنطلون الشلستون، بيتطلب محيط الفخذ العلوي والفخذ منتصف الفخذ والركبه، وبروح حاطط التلاته كده على بعض، يعني محيط الفخذ ماشي، متوسط الفخس ماشي، الركبه تمام، وسع الرجل من تحت بقى حسب ما انا عايز ماشي. بعد كده الارداف القمر، دي كده المقاسات اللي مطلوبه للبنطلون، تمام. او كده انا معايا القماش اهو، هبدا اشتغل عليه هشتغل لك بقلم واضح معانا اهو. كده اول حاجة هحدد الحدود بتاعتي، تمام. هشتغل قمر خارجي او قمر داخلي حسب، تمام. كده كده القمر، كده كده ايه؟ القمر ما بيزودش معايا طول البنطلون. ليه؟ لان انا باخد المقاس دايما من ايه؟ من منطقة العظمة اللي هي أصلا إيه؟ الفاصل ما بين الجذع العلوي والرجلين. القمر بيجي بعديها، القمر بيجي إيه بعديها؟ فما بيزودش طول البنطلون، تمام؟ فالقمر بيبقى إضافة ليها. فأنا هاخد الطول معايا أهو بنفس الشكل ده كده، تمام ماشي. وديت التانية بتاعتي، ودي ايه التانية بتاعتي. يبقى انا حددت اول حاجة الطول معايا، تمام. بعد كده طول الفارغ، الفارغ ده ايه؟ راجع الفيديوهات بتاعت البنطلون السيدة عشان تفهم يعني ايه الفارغ. الفارغ هي المنطقة ما بين الحوض والرجل تحت، يعني بتتاخد من الحوض من جوه ماشي، اهي هحدد لك المقاسات على البنطلون نفسه قدامك عشان تبقى عارف. القمر اهو، القمر ده زي ما قلت لك ما بيزودش معايا ايه؟ طول البنطلون. انا باخد الطول من هنا كده لهنا، تمام كده، ده الطول. الفارغ بقى ايه؟ منطقه الحوض هنا هو اسفل لغايه تحت، دي الفارغ معايا. دي كده اعلى الفخذ، ده كده متوسط الفخذ، دي منطقه الركبه، ده وسع الرجل من تحت، تمام. ودي منطقة الأرداف والقمر. خلاص كده المقاسات شفتها. طول الحوض دوت ماشي، بيبقى الفرق ما بين ايه؟ ما بين الطول الكلي والفارغ، لما اطرحهم من بعض يدوني ايه؟ طول الحوض ده. بس انا حبيت اوريك المقاسات برضو على الطبيعة. فانا حددت الطول، واجي اروح جاي محدد الفارغ معايا. ادي ايه؟ الفارغ معايا في الجزء ده كده. يبقى ده مقاس الفارغ اهو ما بين ايه؟ خلي بالك ان دي ايه؟ بص، اللي انا هقشرها دي مش داخله معايا في الحساب، تمام. وايه تاني؟ واللي انا هقشره هنا برضو السنت ونص بتاع القمر ده، بص مش داخل معايا في الحساب، تمام. او كده بعد كده انت عايز وسع الرجل من تحت قد ايه؟ عايز وسع الرجل 50 50 50 في الكلوش ماشي. الشارلستون العادي هيبقى في حدود كام؟ كبيره 35، ده الشارلستون العادي، البنطلون الجنسي اللي انا وريته لك. الكلوش دي هتبقى عامله في حدود 50، فانت بتيجي تروح جاي واخد ال 50 اهي، على سبيل المثال ادي ال 50 معاك من هنا لهنا،
تروح منصص الخمسين دي 25 عشان تعمل ها خط الميزان بتاع البنطلون. على فكرة انا ما بتكلمش اصلا بكلمة خط الميزان دي خالص لغاية ما انتوا حد ذكرها، تمام؟ ما بشتغلهاش الا في البنطلون، في الجيب بنطلون بس. لكن الاستريت او ده او دوت اللي يقول لك ان في خط ميزان، تمام، البنطلون بيبقى وازن نفسه طالما انا شغال صح، طالما انا واخد الشغل صح البنطلون بيبقى وازن نفسه، تمام. فانا ايه هاخد انا دلوقتي ادي الخمسة وعش ادي الخمسين، هروح واخد برضو الخمسين عند ايه عند الفخذ هنا، فاهم معايا الكلام اللي انا بقوله كويس؟ واروح منصصها برضو، واروح ايه منصصها، واروح جاي موصل بقى خط الايه المنتصف بتاع البنطلون اهو، دوت خط المنتصف او خط السنتر لاين بتاع البنطلون اللي هبدا اقسم عليه، ماشي؟ عندك الفخذ اهو على سبيل المثال الفخذ 30، ماشي، ادي الفخذ معايا ادي ال 30 اهي، ماشي، 15 15 ماشي. عندك متوسط الايه الفخذ، المكان اللي انت خدت عليه المقاس، يعني مثلا انت خدت على بعد، انا بكلم اختنا عشان كده بقول انت خدت، انت خدت مثلا على بعد 25 سنتي منتصف الايه الفخذ او منتصف الورك كده زي ما بيتسمى بالظبط، تمام. فاروح حاطه هنا اهو، كان كام مثلا كان 28، اروح واخد 14 و14 كده، ده ايه منتصف ايه الفخذ كده. طب الركبه كانت كام؟ الركبه كانت 24، فبالتالي هيبقى 12 و12 ادي الركبه. واروح جاي موصل الكلام ده الاول، اروح جاي موصل الكلام ده اهو، انا هعمل فيديوهين للبنطلون مش هيبقى واحد بس كده، ماشي. طب انت عندك القمر كام؟ القمر عندي 40، انا بدي امثله كلها، مش عارف برضو مين قال لي انت ليه واخد مقسم البنطلون الكاميرا 40 واخد قدام 20 وورا 20. هو ده الصح، هو ده الصح، ان انا مقسم القداماني زيه زي الوراني. الاختلاف الوحيد اللي انا اللي الخلفي بيعوض فيه المقاس في القداماني هو ايه؟ هو ايه؟ هو الفخت. ثانيا انت بتقول لي انت خدت القداماني قد الوراني، بقول لك انا خدت دي 20، هي ال 20 هتصفي معاك على كام؟ بس عشان نبقى فاهمين الكلام، ال 20 دي هتصفي معايا على 17. هتصفي معايا على كام؟ على 17 سنتي. طب انت معاك كام؟ من 40 يبقى اتبقت معاك 23، يبقى الوران هيطلع اكبر من القداماني. تمام؟ وعلى فكره لو خدت القداماني قد الوراني في القمر ما فيهوش اي مشكله. والكلام دوت انا اللي يعني انا اللي بقوله لحضرتك. لو خدت القداماني 20 يعني هتاخده 23 في الوقت ده عشان يصفي ال 20، والوران هيبقى برضه هيصفي ال 20 نفسها، ما فيهوش اي مشكله، مش هيعمل اي حاجه معايا. تمام؟ انا مش عايز خياطه الخلف ترمي على قدام. مش عايز خياطه الخلف ترمي على قدام. فيروح جايين الجيب اللي انا حاطه هنا اهوت، بدل ما انا هدخل ايدك الدخول الطبيعي من هنا، لا لازم اخش لقدام عشان ادخل ايدي، ماشي؟ نفهم الكلام اللي احنا بنقوله كويس، تمام. انت دلوقتي هتاخد القمر مثلا 20، تمام، هنا اهو هيصفي معاك على، خده على ايه، اقسم الاثنين زي بعض 20 و20، يبقى انا هاخده 23 اهو، تمام. لو هتعملي بنسه هتحط قيمتها وهتنزلي بال 20 ديت عمودي على ده، عمودي على ايه؟ على خط الفخذ ده،
تمام؟ المسافة دي بتبقى في حدود كام؟ بتبقى في حدود من 4 لـ6 سنتي. المسافة ده هي اللي هو فرق سقوط القمر على ايه؟ على الفخذ هنا، العمود اللي نازل ده كده. مع المراعاة ان انا عندي ارداف مثلا ولتكن كام؟ ولتكن 100، فيبقى كام؟ 25 ربعهم. يبقى الحته بتاعت الارداف دي لازم تكون عندي هنا 28 سنتي. دي كده لازم تكون معايا 28 سنتي عشان ال 3 سنتي دول هم الخياط. يبقى انت لو واخد هنا 20، الدخله دي كده هي ايه؟ فرق الايه؟ فرق مقاس الارداف من القمر. ودي كده السقوط ده ايه؟ الحوض بتاع ايه؟ بتاع الامامي. فبروح موصل بقى الكلام دوت، يبقى انا كده ايه؟ عملت منطقه البليتا الاماميه. تمام؟ ولازم هنا اروح جاي نازل بقى بالسقوط ده سنت ونص مسروق كده. ليه؟ لان البنطلون طبيعي القمر بيجي من هنا من عالي من الجنب ويروح نازل من قدام. ده السقوط ده كده. يعني المقص هيمشي فين؟ هيمشي على الخط ده كده. يبقى انا كده صممت ايه؟ الصدر. تمام؟ تعالى بقى كده لغايه هنا كده انا ماشي زي البنطلون الاستريت بالظبط. ما فيهوش اي مشكله معايا. ما فيهوش اي مشكله معايا. تعالى بقى عند منطقه الركبه هنا كده. تمام؟ عند منطقه الركبه هنا اجي اروح جاي بقى بايه؟ بالمسطره بالريجه كده، انا بروح نازل ايه؟ تدريجي. بروح نازل تدريجي، اما بالفرنش كيرف اللي زي كده لازم ايه؟ اروح جاي بقى ايه؟ نازل بنفس ايه؟ الشكل ده كده. نازل ايه؟ بنفس الشكل ده كده، داخل ايه؟ في البنطلون الكلوش. ماشي؟ لان انا هفرق لك دلوقتي ما بينه وما بين الشارلستون اهو. يبقى التوزيعه هتيجي من الجنبين. التوزيعه هتيجي ايه؟ من الجنبين بنفس الشكل يا جماعه. يبقى شكل البنطلون بنفس الكلام ده كده بالظبط. تمام قوي كده. بص بقى، اجي اقيس الحته اللي في النص دي طولها قد ايه؟ وليكن في النموذج اللي انا عامله هنا اهوت، ماشي؟ في النموذج اللي انا عامله دوت، لو انا خدت الطول بتاعها اهو، ثواني، بقول لحضرتك انا واخد الطول هنا اهو على سبيل المثال. الكلام ده اصلا كلام ايه؟ شغل يعني ايه؟ على امثله، يعني على نموذج، مش مقاسات حقيقيه. 24. طب تعالى نشوف ده طوله عامل وصل معايا كام؟ وصل معايا ل 26. يبقى لازم الطول زي ما انا خدت ده 24، يبقى دوت لازم يوصل معايا لكام؟ ل 24 زيهم. وديت هتوصل معايا برضو نفس الحكايه لايه؟ ل 24 زي الاوبن اهو. هنا بقى كده يبقى لازم النقطه دي تيجي كده بنفس الدوران بتاعها كده. ماشي؟ يبقى كده ايه؟ البنطلون مش هيبقى ستريت من تحت، لا لازم هياخد نفس كيرف الدوران بتاعه. كده شكل البنطلون بالظبط. كده ايه؟ شكل البنطلون بالظبط. تمام؟ عشان بس ايه يبقى في نسبه وتناسب ما بين هنا، طبعا احنا قلنا الشرح هنا شكله ايه؟ ماشي؟ بس ايه على اساس يبقى في نسبه وتناسب ما بين ايه؟ الشكل ده والشكل ده، عشان انا هروح قاصص لك دي وحاططها على ديت عشان ابدا اقص لك ايه؟ الخلف. كده خلاص. كده خلاص. البنطلون بقى دوت لو هو نازل ستريت هيبقى نازل كده. بص يا سيدي. نازل ستريت ماشي، هنتكلموا مع بعض.
لو انا منزل البنطلون ستريت هيبقى كده مع القلم الازرق ده، تمام؟ ده البنطلون ايه؟ الستريت. عشان لما بقول لك هو انا مثلا الاساسي بتاعي بنطلون ستريت هو ده كده. شوف انا هشرح، يعتبر كده انا بشرح لك انواع البناطيل كلها، ده كده بنطلون ستريت، تمام؟ او كده ماشي. طب لو احنا هنعمله بنطلون سكيني مثلا، اللي هي الرجل من تحت هتبقى عامله كام؟ الرجل من تحت هتبقى عامله قد ايه؟ هتبقى عامله في حدود من 15 لكبرها كام؟ لكبرها 17. لكبرها ايه؟ 17. كل اللي فوق واحد، تمام؟ بس هنا هروح نازل ايه؟ على هو الالوان باينه معاك؟ ماشي. انا هقرب كده عشان بس هو ده الفرق الوحيد اللي هيبين لك بقى انواع البناطيل. الكحلي دوت الستريت، الاخضر ده ايه؟ ها ده السكين، اللي الرجل بتاعته هتبقى من 15 لكام؟ ل 17 سنة. تمام؟ ده السكين. يبقى ده الستريت، ده السكيني اللي هو الاخضر ده، ودوت الكلوش شارلستون. شارلستون بقى كبير من تحت، هتبقى الرجل من تحت ديت 36. فهاجي من علامه النص ديت اروح ماسك ايه؟ ها من علامه النص ديت اروح نازل بايه؟ 36 يعني 18 و18، فيبقى نازل معاك البنطلون الشارلستون كده. اظن كده انا فرقت لك ما بين ايه؟ الجزء الفوقاني لغايه الركبه واحد، ده كده ايه؟ البنطلون الشارلستون. الخط واضح وانا مفرق اهو ما بينهم كلهم على نموذج واحد. على ايه؟ نموذج واحد. كده الامامي اهو بالظبط، كده الامامي اهو بالظبط، تمام يا جماعه؟ اعتبر ان انا بقى هروح جاي قاصص الكلام دوت على اساس ان هو كلوش، تمام؟ عشان نبدا نقص ايه؟ الخلفي بتاع البنطلون معانا. الخلفي. ارجو ان انا اكون قدرت اوصل لحضرتك معلومه، وقدرت اوصل لجميع اخواننا ايه البنطلون الكلوش بمختلف او البنطلونات بمختلف اشكالها، سواء ابتداء من الاستريت لغايه ايه؟ ابتداء من الاستريت لغايه الكلوش دوت، بالسكيني بالشارلستون، تمام؟ تمام. الدبل ستريت مش داخل في الكلام ده، الدبل ستريت ببدا اوسع بقى من هنا، والجيب بنطلون، تمام كده اهو الامامي اتقص. ما تنساناش مصالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي مطلوب من حضراتكم فضلا لا امرا، على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. لولا اللايك اللي انت عملته، لولا ان الكلام ده وتوصل لاختنا وطلبت، لولا اللايك اللي انت عملته دوت فقدرت توصل الكلام ده لواحده زي كده وطلبت الطلب ده. فما تبخلش باللايك اللي انت تعمله على الفيديو دوت، والله عز وجل اعلى واعلم ان احنا بفضل الله عز وجل المساله معانا، مش بندور لها على حاجه، مش بندور لها على لايكات، بندور لها على اصلا اشتراكات او ده ودوت، لا لا المساله ما تفرقش معانا، لان المساله خالصه لوجه الله عز وجل. اخر حاجه هقولها لكم ايه؟ الدال على الخير كفاعله، هو ده اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.